قبل شنشوفهم عقب الغياب. صلاتي يا الواحد يا المأنن، صلاتي يا الواحد يا المأنن، تخص الهاشم يا العدنان. نبي أرسله ربه عليه أنزل القرآن. صلاتي الواحد يا المأنن، تخص الهاشم يا العدنان. نبي أرسله تخص الهاشم يا العدنان. نبي أرسله ربه عليه أنزل القرآن. ودمعي على الوجه جواري، يا ربي تمحي وزواري وتغفر لي يا سبحان. صلاتي الواحد المنان، تخص الهاشم يا العدنان. نبي أرسله وقول أشعارنا ووحدي، يا ربي بظلمتي إلا وحدي وتغفر لي يا ولاي الإخوان. صلاتي على من كان عشواقي، محمد عالحوض سواقي، وكأس يروي يا العطشان. صلاتي محمد عالحوض سواقي، وكأس يروي العطشان. صلاتي الواحد لمن جاهد على الأوديان، وصلى النبي الهادي وراقب ربه ولد أيوان. صلاتي الواحد واخزي إبليس وأتباعه، وما تدري متى الساعة وفيها ينتصب ميزان. صلاتي الواحد
وكل عاشق وما يتوبي يا ربي بحرمة أيوبي وتغفر لي ولا لإخوة صلاة وصلى والخالق ساهن وصلى والخالق ساهن وراقب ربه الرحمن صلاة الواحد المنان وصول هاشم العدنان نبي أرسله عليه أنزل القرآن دعوت الله يهديني ويصلح قلبي يا عديني ومن سجن وينجيني ويجعل مسكني بجناه صلاة الواحد وصرت حاير بأمري أضل زهرة غدا ذخري ويشفع من سنة النيران صلاة الواحد أيا عشاق يا أكرامي أيا حجاج يا أكرامي تزوروا حضرة العدنان صلاة الواحد المنان رسول هاشم العدنان نبي أرسله ربه عليه أنزل القرآن الحجيج يصفوف وكل عاشق غدا مألهوف وفي بيت الحرام يطوف ويشاهد مرقد العدنان صلاة الواحد وساهي عن طريق الدين غدا يلقوك في سجن وتضحايا فتى نهدم صلاة الواحد وشاهد ليلة القدري وزور أحمد وأبو بكري والفاروق وعلي وعثمان صلاة الواحد وشاهد ليلة القدري وزور أحمد وأبو بكري والفاروق وعلي وعثمان صلاة الواحد
الواحد المنان تخص الهاشم العدنان نبي أرسله ربه عليه أنزل القرآن الله يفتح عليك يا ربي ويعطر هذه الأنفاس وينور قلبك بالإيمان ويرزقك زيارة الحبيب المصطفى في كل سنة وكل عام إن شاء الله يا رب. إحنا وياك سويت إن شاء الله. هسا أنا أنت تنشد وتمدح وأنا بالي بشيء واحد إنه أنا وياك وطالعين للحبيب سوية بقافلة يعني أقول والله المفروض القافلة اللي ما بيها سيد سعيد ما تعتبر قافلة. يسلمك شيخ العزيز ويسلمك أستاذ. الألفت انتباهي وبشدة أنه سيد سعيد الصميدعي عندما ينشد أو يمدح النبي عليه الصلاة والسلام القصيدة مليئة بالعبر ومليئة بالمواعظ يعني ما يعادل محاضرة كاملة للأمانة. يعني هذا شيء أنت يعني تثاب عليه ويؤشر لك بالبنان حقيقة على هذا الشيء الرائع لأن هو فعلا مديح النبي عليه الصلاة والسلام هو رسالة يعني ورسالتنا تنقل بها بالإضافة لمدح النبي عليه الصلاة والسلام صفات النبي عليه الصلاة والسلام كيف نوصلها للناس كيف نعلم الناس أن يقتدون بهذه الصفات الرائعة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. جزاك الله ألف خير. اسمح لنا ويسمحوا لنا الشباب والمشاهدين راح نطلع إن شاء الله إلى فاصل. مشاهدين الكرام لا تروحون بعيد خليكم مع المتعة والفائدة والروحانية ومدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع مداح الرسول وضيفنا لهذه الليلة السيد سعيد الصميدعي. فاصل ونواصل فابقوا معنا.